طيب نروح بقى لوزارة الخارجية، تصريح مهم جدا عن وزارة الخارجية اللي بترفض طرح الكونجرس الأمريكي مشروع قانون حول ترميم الكنائس المصرية. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية رفض مصر طرح أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر تحت عنوان قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية، واللي بيطالب وزير الخارجية الأمريكي بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس اللي وعدت بترميمها بعد أحداث عام 2013. استنكر المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد في بيان أمس الأربعاء هذا التوجه اللي بيتيح لجهة أجنبية حقوق تمس السيادة الوطنية. أيضا يتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية المساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية فضلا عما تتضمنه مشروع القانون من مغالطات أيضا تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا. ليه؟ لأن مصر ما شهدتش عنف طائفي، مصر شهدت أحداث إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون، وإحنا عارفين الموضوع.